تعالوا بقى نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه روزان نصر الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا روزان صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا هنبدأ يعني من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، هكون متواجدة مع حضراتكم. الخبر يمكن مهم جدا فعايزة أبدأ فيه على طول. هنبدأ بخبر مهم جدا، يعني من ساعة يا كريم ما نزل امبارح وكل يعني الصحف والسوشيال ميديا بتتكلم عنه، يمكن خلاص يعني رحيل اللاعب والنجم محمد شريف عن صفوف القلعة الحمراء. النادي الأهلي خلاص بيوافق على رحيله الى الخليج السعودي، ويمكن بعد ما يعني نزل البيان الرسمي او الخبر ده محمد شريف كتب بوست يعني كبير جدا واثر الحقيقه فينا كلنا. خلينا طبعا يعني نستعرض مع حضراتكم نشوف كتب ايه. حابب اوجه الشكر لكل ما هو ينتمي للكيان الكبير وبيتي النادي الاهلي، اولا الجمهور. انا فعلا مش لاقي كلام يوصف ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. كنتم انتم خير دعم لي، وبعتذر عن اي تقصير في يوم حصل مني، وهتفضل اصواتكم دايما معايا وجوايا يا اعظم جمهور في العالم. جمهور الاهلي هو من يصنع النجوم، دمتم نعمه. ثانيا اشكر اداره النادي الاهلي انها ساعدتني وادتني الفرصه اني اخرج من الباب الكبير ومن خلالها وتحت اشرافهم هم. ثالثا اشكر كل من زاملتهم وكانوا سند ليا وقت لعبي بالفريق، من لاعبين كانوا اخواتي ودايما في ظهر بعض، وبفضل الله وبفضلهم عرفت احفر واسجل ارقام هتفضل موجوده باسمي داخل سطور الكيان الكبير. اخيرا وجب التوضيح، عشت جوه النادي الاهلي 6 سنين من عمري، لذلك طلبت من النادي اخذ كل الاحتياجات لضمان حقوق عودتي من جديد للدوري المصري من خلاله فقط. الاهلي مفيش حد يتشرط عليه، واللي متابعني خلال ال6 سنين لم افتعل ولو مشكله واحده، وهذا من فضل ربي عليا لانني اتعامل مع منظومه اعرف واجباتي اتجاهها وبكل تفصيله ولنا عوده. يعني الحقيقه كلام كبير جدا من النجم محمد شريف، يمكن الكلام ده اكيد بيبين انتمائه ومدى يعني حبه للكيان الكبير. كل التوفيق اكيد للاعب محمد شريف يعني في السعوديه، بنتمنى له طبعا كل الدعم والتشجيع. أرسل النادي الأهلي خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بيطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد بعد التجارب الناجحة على مدار المواسم الماضية طبعا، والدور الكبير لرجال الأمن الذي يستحقون كل التحية والتقدير، ودايما بنذكر يعني جهدهم على الجهود طبعا اللي بذلوها، وكان يعني وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد. أكد طبعا النادي الأهلي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها طبعا في تلبية يعني طلب الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة في كل المباريات، طبعا بالإضافة إلى يعني جانب الأندية للعوائد الإيجابية من وراء طبعا مساندة الجمهور. قد إيه الجمهور مهم يا جماعة، يعني جدا في تشجيع ودعم اللاعبين، فده قرار مهم جدا. اخيرا حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على زياره الكابتن يعني حمدي جمعه لاعب النادي الاهلي السابق مستشفى المعلمين للاطمئنان على حالته بعد الوعكه الصحيه التي تعرض لها خلال الساعات الماضيه. يعني والتقى الكابتن كمان خلال الزياره بقيادات المستشفى والطبيب المعالج، وتاكد من توفير الرعايه والعلاج اللازم طبعا، واعرب عن امنياته بالشفاء العاجل وعودته بكل الصحه لاسرته مره اخرى. دي كانت اهم وابرز الاخبار يا كريم اللي معايا النهارده من النادي الاهلي فرع الجزيره، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. قبل ما تشكرينا، لا دي مش كل الاخبار يا روزان، انت مخبيه عننا خبر، ما قلتلناش ليه في وسط الاخبار ان امبارح كان عيد ميلادك؟ شكرا يا كريم وانت طيب، وربنا يسعدك ايامك بعقبال مليون سنه، ويا رب دايما سعيده وفرحانه وناجحه في شغلك يا روزان، ونسعد دايما بوجودك معانا. كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه يا رب. طيب دي كانت زميلتنا العزيزه روزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وريتنا اخبار لطيفه جدا طبعا.